السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قناة سعودي أوتو. نكمل معاكم تغطيتنا لجناح شركة تأجير السيارات، وكلاء شركة مجموعة فاو، والسيارة اللي دشنوها جديد في المعرض هي فاو تي 77. السيارة الفاو تي 77 الكومباكت كروس أوفر الجديدة دشنت لأول مرة في معرض بيجين للسيارات العام الماضي. بيستون تي 77 تعتبر أول تسويق من شركة فاو تحت اسم عالمي جديد اللي هو بيستون، بدل من بيست تيرن اسم الماركة في الصين، ولا تزال كما هي ما غيروها. التصميم الخارجي انسيابي وحديث، الواجهة الأمامية زي ما انتم شايفينها شبكة تهوية الأمام الكبير هذا ماخذ معظم الواجهة الأمامية بتصميم خلية النحل، ملتصق بيش بالأضواء الأمامية أوتوماتيكية LED تيجي بنظام تحكم أوتوماتيكي في ارتفاع الأضواء نهارية، أضواء الضباب اللي هي مدمجة في جوانب الصدام مع تصميم فتحات تهوية جانبية وفتحة تهوية سفلية اللي هي أسفل الصدام الأمامي. أبرز مزايا التصميم الجانبي للسيارة الفاو تي 77 هو البلاستيك الصلب أعلى إيش الإطارات الأمامية والخلفية، وحوالين السيارة كلها واقي من الوحل، شريطنا الكروم أسفل النوافذ اللي هي الجانبية ممتد للعمود الخلفي، الروف راك زي ما انتم شايفينه على جوانب سقف السيارة، والمرايا الجانبية هي خاصية الطي كهربائيا عليها مؤشر انعطاف، وتيجي زنوط السيارة مقاس 19 بوصة. التصميم الخلفي وفروا جناحين، واحد أعلى الزجاج الخلفي والثاني اللي هو هنا أسفل الزجاج الخلفي، مدمج مع الأضواء الخلفية زي ما انتم شايفين، هذه طراز LED بتعطي شكل أوروبي جميل. الصدام الخلفي مدمج فيه أضواء الضباب وعكسات الأضواء، وبتوفر فيها حساسات خلفية وكاميرا خلفية ومساحة صندوق الأمتعة 342 لتر. تعمل الفاو تي 77 بنظام الدفع أمامي وبمحرك 4 سلندر سعته 1.2 لتر تربو، بيعطي قوة 148 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 204 نيوتن متر عند 1600 إلى 4200 دورة في الدقيقة. هذا المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي فئة الثنائي القابض من 7 سرعات. المقصورة الداخلية للتي 77 فيها تشابه كبير جدا بينها وبين شركة ألمانية معروفة من ناحية تصميم وحجم الشاشة في الوسط ولوحة العدادات الديجيتال ومكيف هواء أوتوماتيكي، وتصميم أنا أعتبره مميز للمقصورة الداخلية. وفر مجموعة إضاءة داخلية وبلوتوث ومقاعد أمامية وخلفية بخاصية التبريد والتسخين، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، جلد وسقف بانوراما ونظام ملاحة متطور ونظام الأوامر الصوتية ومسند ذراع أمامي وخلفي والمراية الداخلية بميزة التعتيم. خلينا نتكلم عن أنظمة السلامة. أنظمة السلامة المتوفرة في التي 77 وفروا كاميرا 360 درجة ونظام مكابح مانع الانغلاق ونظام مساعدة المكابح ونظام الثبات الإلكتروني ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام مراقبة النقطة العمياء ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية كمان، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام توزيع قوة المكابح ونظام التحكم في الثبات ونظام النزول من المرتفعات ونظام الكبح الإلكتروني الأوتوماتيكي عند الطوارئ. سعر السيارة 71900 ريال، وإذا رحت للمعرض وقلت لهم أنك أنت من طرف سعودي أوتو وشفت الفيديو حيعطوك خصم وعرض خاص يصير 69900 ريال. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة الفاو تي 77، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسالة النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.